السلام عليكم. نتكلم النهارده كده بشكل سريع عن كلمة ذا. ذا طول عمرها بتتنطق ذا إلا في حالة واحدة بس، لو جه بعدها كلمة تبدأ بحرف متحرك. الحروف المتحركة هم خمسة: A E I O U. في الحالة دي هتتنطق ذي، عشان وأنت بتقرأ تنطقها صح. على سبيل المثال مثلا ممكن نقول The elephant is the biggest animal on land. The elephant is the biggest animal on land. شوف في الاول، في اول واحده انا قلت the elephant عشان elephant تبدا بحرف متحرك، وفي نفس الجمله عندي the biggest انا نطقتها the عشان كلمه biggest بتبدا بحرف البي، وحرف البي حرف ساكن. شكرا واشوفكم فيما بعد. السلام عليكم.